انا ما كنتكلمش على اللحوم مره في السنه، انا كنتكلم على اللحوم في الغداء وفي العشاء. اما اللحوم ديال عيد الاضحى اللي هي سنه مؤكده، غادي تاكلوا ان شاء الله هنيئا مريئا وتاكلوا الشحوم لانها مره في السنه. ولكن الا كنتوا تاكلوا القضبان كل نهار ما غادي تاكلوا الاضحيه ديال العيد، وما كاينلاش تعيدوا. انا نقول لكم ما كاينلاش، غادي تذبحوا هذاك الشيء سنه وتصدقوه يكون احسن. لان طبعا اللي غادي ياكل القضبان كل نهار وكيسولني واش ياكل اللحم نهار العيد، انا ماشي سؤال. ولكن الناس اللي مرشدين استهلاك ديال اللحم واللي كيتحركوا، خصوصا الرجال اللي كيخدموا، يعني حتى النساء دابا ولا يعني اللي كيتحركوا اللي كيخدموا ياكلوا اللي ما عندهمش اعراض، اللي ما عندهمش سرطانات واللي ما عندهمش اعراض، اللي ما عندهمش ارتفاع الضغط وسرطانات وقلب، اللي عندهم القلب والشرايين ما ياكلوش الشحمه ديال العيد. شوفوا شي قضبان حمرين شي شويه ما فيهمش الشحمه، يديروا شي باروك بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الشحوم ممنوعه على اصحاب القلب والشرايين، لا في العيد ولا في غير العيد، هذه بلا باش نكونوا واضحين. ولكن اللي ما عندهمش اعراض ياكلوا نهار العيد، ياكلوا لحوم وشحوم ما عندهمش مشكل. ولكن ماشي نهار ثاني العيد تاكلوا اللحم مع الثمانيه والتسعه والعشره والحداعش والاثناعشر والوحده والثلاثه والخمسه والسته، راه خراب هذا. كاين اللي النهار كامل والفاخر شاعل ما كيطفاش. يعني كلوا اللحوم ولكن مره في النهار ولا مرتين، ولا غير يومين ديال العيد تاكلوا فيها اللحوم وصافي. ونبينا عليه السلام ماشي بقى الانسان حيت اللحم كاين كيتسابق مع الفساد، تقول لك لا يعود يتلاح ناكلوا، هذا خطا كبير. لا ليس فيه ضرر ولا يفقد اللحم خاصيته، خصوص اذا كان في الثلج، في الثلاجه ليس في البراده، يعني في الثلج اذا كان مثلج غير هو، اذا جبد من الثلج وداب الثلج لازم يطبخ، ما خصوش يرجع للثلج. اما اذا كان غير في الثلاجه لمده يومين وثلاث ايام ما فيش ضرر، وما يفقدش كاع المكونات ديالو.